صدموني من الخلف، حسب انا اكسيدون عادية، شبرت اليمين وقفت، كنت فاجئ بالحجار في وسط بالابريسا، بقى دخل لينا غير الجاج، وكامني كي حامني في يدهم الاسلحة بيضاء. يعني كاش عارف الانسان ملي كيشوف الاسلحة بيضاء والحجار واربعة اشخاص يعني كيضربوا، ماشي يعني كيهد ولا شي حاجة، كيضرب. يعني كانت مقاومة ديالي انا من طرفي انا واحد الشخصية اخر، انا تعرضت للضرب على مستوى الفك ديالي. وملي شافوا كل شيء راب، ركبوا في الطوموبيل ديالهم، وجوج ناقصوا الطوموبيل ديالي، وديماروها ومشاو تاهم. يعني انا اللي كنت تعرضت لمحاولة يعني مستديمة، يعني ما استدعوني، ما كاين لا استدعاء ديالي، ما كاين حتى شي حاجة، ما استدعوا فينا حتى شي واحد. مرمى يعني تشبروا وحققوا وفين كانوا ومين جاوا وفين مشاو، وجبروهم بلي كانوا خارجين من الديسكوتيك يعني في حاله سكر. تلقينا تهديدات رغم انهم في الحبس كيقول لك انتم خصكم تمشيو تنازلوا لهم، انتم خصكم تعملوا، ولكن حنايا ما كنعمروش راسنا بهاد الهضره هادي، حيت حنا كنثيقوا في الامن ديالنا وفي السلطات ديالنا وفي القضاء بمدينه طنجه. يعني النفسيه ديالي تدمرت، وما يعني بقيت شي بحال ليكوس، النعاس ما كنعسش، كي كنفكر في هادشي هذا حنا الحاله النفسيه ديالنا ديك من بعد ديك المده راه تقريبا شي شهرين ما نعسناش. كاين فينا اللي هو باقي حاليا لحد الان محمد رضا باقي بواحد الحاله، يعني ماشي محمد رضا اللي كنا كنعرفوا حنا من قبل. السلام عليكم، الاسم ديالي محمد الديلال، كنسكن بمدينه طنجه. العام اللي فات وقعت لي حادثه، كنا انا والاصدقاء ديالي طالعين لواحد دار صديق ديالنا نجزو وجبة العشاء مع بعضيتنا، إذ كنتفاجأ بسيارة تبعاني من الخلف، من نوع السيارة اللي كانوا تابعيني بها داسيا دوستير في كولور قهوي، فيها أربعة الأشخاص وفاتت معاهم في الخلف، وأنا كان عندي طوموبيل جولف توران، صدموني من الخلف، حسب أنا أكسيدون عادية، شبرت اليمين وقفت. كنت فاجئ بالحجار في وسط بالابريسا، بقى دخل لينا غير الجاج، وكامني كي حامني في يدهم الأسلحة بيضاء، وكامني كي ضربوا، والدراري اللي كانوا معايا صحابي جوج ولا ثلاثة اللي جا فيهم الضاق، وتباقي هربنا من السيارة خافنا لا يجي فينا الضاق. واحد تضرب من طهرو، واحد تضرب من ودنو وراسو من هنا. وملي شافوا كل شيء هرب، ركبوا في الطوموبيل ديالهم، وجوج ناقصوا الطوموبيل ديالي، وديماروها ومشاو تاهم. حنا في قوه ديك الشيء اللي جانا في حاله الصدمه، يعني ما توقعناش حنا ان داك الشيء غيكون. يعني كتعرف الانسان ملي كتشوف الاسلحه بيضاء والحجار واربعه اشخاص يعني كيضربوا، ماشي يعني كيهد ولا شي حاجه، كيضرب. يعني كانت مقاومه ديالي انا من طرفي انا واحد الشخصية اخر، انا تعرضت للضرب على مستوى الفك ديالي. ملي شفنا الناس يعني ما كتضرب وانت ما عندك والو، ما كاين حتى شي حاجه في يدك، ما كاين لا باش تدافع على نفسك، راه ضروري الانسان غيهرب. الدراري كانوا معنا واحد جوج دراري هربوا، انا هربت، هما في ديك اللحظه اللي هربنا حنا وبغينا ينبعدوا باش نشوفوا شنو كاين، حتى كنتفاجئوا بالشخص طلع في الطوموبيل، هربوا لنا بالسياره ومشاو في حالهم ديك الساعه. المهم ريدا هز الطوموبيل ديالو مع الاصدقاء ديالنا، وانا كان عندي موتور. المهم سبرنا الطريق، ماشي ما بينا ما علينا، توصلنا للثانية، أنا فوت ريدا واحد شوية بالموتور، حتى كنتفاجأ الصديق اللي راكب معايا أنا قال لي الدراري وقفوا، شفت في المراية كنشوف عيد الدواقف والخيال د بنادم. هي هاديك أنا ديك الساعة تكرجعت دورت الموتور رجعت لعندهم، حتى كنتفاجأ عيد الدراري هربانين، الدراري كلشي هارب، وبنادم بالسيوفة. واحد جوجة ركبوا في الطوموبيل دريدة محمد دريدة، وانا بعدت من الطريق واحد اللي كان كيسوق الداسيا ديالهم، هما خرج واحد السرعه فائقه. ديك ساعتك وقفت انا دابا نشوف شنو كاين، كنجبر الطوموبيل دريدة مهرسه وياخر ركب فيها ديماره وزاد. واحد اللقطه كيجي عندي ريدة، جا عندي كيجري قال لي دور دغيا باش نتبعوهم. زعما مشينا تبعناهم داك الطريق اللي قازو منا، والو ما لحقنا حتى شي واحد، كان واحد السرعة كبيرة بزاف. أول حاجة عيطنا المخزن، جانا عندنا تما العيل ماكل، جاو لعنا، مشينا للكوميسارية د العوامة، صعاني تا كان جا الأب ديالي
وركبونا في صطافيك داونا كيدوروا بينا في ديك الجهه طنجه باليه، ما ربما زعما نسى كيكونوا سيبوها تما، ما كايناش نيه سارقه. من بعد يعني المده اللي الضابط القضائيه المشكوره نضص بالعمل ديالها على اكمل وجه، حتى كنتفاجئوا يعني انا صراحه ما بقيناش كنتابعوا القضيه مع رضا لان الاب ديالو هو اللي كان كيمشي هادي، حتى كنتفاجئوا مؤخرا بالحكم ديالو بثلاث سنوات. كيف يعقل يعني عصابه اجراميه فيها محاوله اختطاف محاوله القتل، كاين شواهد طبيه، كاين ادله ديال الكاميرات، وكاين بزاف ديال الحاجات، يعني حتى كنتفاجئوا بان حنا بحال غنقول لك تهضم لنا الحق ديالنا، ماشي يعني كنقولوا كنكذبوا في الضابطه القضائيه ولا هادي، يعني حنا تابعين للقانون واللي عملوا القانون يعني حنا تابعين له، يعني حتى كنتفاجئوا كيفاش هاد الناس هادو كيعقل غاتحكموا بثلاث سنين، يعني انا اللي كنت تعرضت للمحاوله يعني عاهه مستديمه، يعني ما استدعوني ما كاين لا استدعاء ديالي ما كاين حتى شي حاجه، ما استدعوا فينا حتى شي واحد، استدعونا في مجرد في التحقيق الاول اللي كان في ولايه الامن، يعني من بعد ما عرفنا شي قضيه غمضت شنو هو، ما كنتهموش شي جهه معينه او لا كنقصدوا شي جهه معينه، حنا اللي كنطلبوا به كنطلبوا بالحق ديالنا والحق ديال السيد هذا اللي ضاع في السياره ديالو، والحق ديالو هو اللي يعني صراحه بحال الوالد ديالنا يعني جرجر بالمشي والمجي ومحاكم وطلع وهبط، وكنشكروا ليه هو لان صراحه يعني كان عنده الصبر علينا حنايا، لانه هو كما كيقولوا مول العقل، يعني حنا ملي تفاجات انا مؤخرا ملي غنطلق رضا غنهضر مع رضا قلت له شنو عملوا؟ قال لي راه عطاوهم ثلاث سنين، انا كيف يعقل؟ يعني حنا ما خديناش الحق ديالنا، ما استدعوناش في المحكمه بصفه نهائيه. ومر ما تحكموا باربع ايام يعني كنتفاجئوا، الصديق ديالي صارد لي تصاور الطوموبيل، قال لي شوف واش هادي واش الطوموبيل ديالك؟ تاكدت منها بلي الطوموبيل ديالي صارت صان الاب ديالي، قال لي الطوموبيل ديالنا هي هادي، الاب ديالي نصق مع الضابطه القضائيه طنجه حيت كان الطوموبيل كتباع في تطوان، وطلبوا لنا واحد المبلغ اللي هو 7 ملايين ونص على اساس بدون اوراق، حنايا باش شريناها ب 18 ملايين. الاب ديالي نصق مع ديك الود اللي كان كيبيعها من تطوان، قالوا ب 6 ملايين ونص، نصاق مع بلي راه هو يطلع يشريها من عنده، يعني ما قالوش بلي راه هذه الطوموبيل ديالي و يعني خلاها يدك. ملي نصاق الاب ديالي مع الضابطه القضائيه وطلعنا ملي طلعنا تان عنده قالنا بلي راه تباعات شي واحد نودلاو راه داها قبل منكم، حنا قلنا له ماشي مشكل، قلنا له خصنا حاجه اخرى طوموبيل اخرى. كنتفاجئوا بقى كيسردنا عده صور ديال الطوموبيلات بلا اوراق، كانت اوبيل والرانج لينغو 2021 وكليو 4 وكيا بيكانتو، المهم عده سيارات ومنها حتى السياره ديالنا. دابا حاليا باقي السيناف وكيقولوا باللي هما عاملين الشغل ديالهم، يعني فهمتينا كيف ما بغيتي كيقول لك يعني غيخرجوا ولا يعني غيكون واحد الحكم خفيف على الاصل اللي هو ماشي غير خفيف اللي ثلاث سنين اللي هي عصابه اجراميه محاوله قتل الضب بسلاح الابيض بالليل، عصابه اجراميه يعني هذه الحكم ديالها كيكون جنائي. وكيوصلوا لنا بزاف ديال الرسائل من الحي ديالهم باللي راهما كيخلصوا باللي راهما كيعوطوها وغيخرجوا، واخا عينيلو الحكم عيديو شي حكم خفيف بزاف، ولكن حنايا ما كنعمروش راسنا بهاد الهضره هادي حيت حنا كنثيقوا في الامن ديالنا وفي السلطات ديالنا وفي القضاء بمدينه طنجه. النفسيه ديالي كانت قبل كنت متابع الدراسه ديالي، ماشي مزيان في الدراسه ديالي، خديت الباك ديالي، كنت يعني كنوجد الدوسي ديالي باش نطلع نقرا برا. ملي وقعت لي هاد الفاجعه هادي دمرت لي النفسيه ديالي، يعني وقفت قرايه وقفت كلشي، رجعت خوفان من راسي ما نقدرش يعني نمشي شي بلايص ما نقدرش نمشي، يعني النفسيه ديالي دمرت وما يعني بقيت شي بحال يكوس النعاس ما كنعسش، كي كنفكر في هادشي هذا كنتمنوا من الله يعني ما تعاودش هاد الفاجعه هنا في مدينه طنجه، وكنتمنوا من الله يعني ما تكررش هاد المساله مع شي اشخاص اخرين، وكنطالبوا حنا بالحق ديالنا، لان حنا صراحه يعني حنا ما راضيينش على هاد الحكم هذا، وديك الناس هادو كتقول يدها طويله، وحنا خوفانين يعني على راسنا، لان تلاقينا تهديدات رغم انهم في الحبس كيقول لك انتم خصكم تمشيو تنازلوا لهم، انتم خصكم تعملوا، راه ماشي هما، راه هادي، يعني حنا من الوسط يعني رغم انهم معتقلين، يعني حتى كتوصلنا تهديدات، لان على ما كيقول ان الناس
يدهم طويله، عندهم اسبقيه في الاجرام، وكيعترف بها الشخص اللي معتقل بنفسه اعترف بها بحكم من السلطات لقات القبض عليه هو، السياره ديالو جبروا فيها سكين ابيض سكين اطول، ديجا عنده سلاح ابيض، قال لهم انا هذيك راه كنضرب به ما كنسرقش به، انا هذيك راه نضرب بالفشفاشه كنضرب، يعني انا ما كنسرقش. وهذه يعني صراحه يعني خوفانين على راسنا، ولا ماشي على راسنا حنا، يعني على الاخ على رضا وعلى العائله، يعني هادشي هذا حنا كنطالبوا من الجهه المعنيه يعني يوقفوا معنا ويرجعوا لنا الحق ديالنا، يعني حنا الثلاث سنين غادوز ولا هادشي هذا غيدوز، وقال لي هذا حنا يعني كنتفكروا من بعد شنو غيكون، يعني هادشي هذا اي واحد يمكن له يوقع فيه واي واحد يمكن له يطيح فيه، والله ينصر سيدنا، وهادشي حنا كنطلبوا بالحق ديالنا هادشي اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.